هيا يا في البات الأكبر. نصاحب أحلى الشخصيات، سنعيش معا أحلى الأوقات، ونصاحب أحلى الشخصيات. والآن قد حان، قد حان الميعاد، هيا هيا يا في البات الأكبر. والآن قد حان، قد حان الميعاد، هيا هيا يا في الذات الأكبر. سنعيش معا أحلى الأوقات، ونصحب أحلى الشخصيات. سنعيش معا أحلى الأوقات، ونصحب أحلى الشخصيات. ها نحن أتينا في رجاءً شيماء، ليس لدي الرغبة في الذهاب إليها أو حتى رؤيتها. ولكن هذا واجب عليك. واجب علي وهي التي خاصمتني؟ بعد خروجها من المستشفى أرجو أن تتنازلي عما في رأسك وأن تنسي الذي حصل، واعتبري زيارتك لها هذه المرة صفحة جديدة. الليلة الكل موجود في بيت خالي من أجل الحفلة، وأنا أرى أن موقفك هذا غير صحيح. ليس لدي الحق. كيف؟ هي اتصلت بك وعزمتك على الحفلة بمناسبة خروجها من المستشفى رغم أنك لم تزوريها في المستشفى. الآن نوال لا تدري برفضك هذا، ولكن أرجوك دعيني أفرحها بمجيئك إلى الحفلة. أحسنت يا شيماء، هكذا يقول المنطق. نحن لدينا عمل كثير، المهم الآن أكملي بقية القصة. أنا لا أريد صداقتك يا زبيدة. لماذا؟ ليس بعد الذي فعلته لماذا؟ أريد أن أعرف، أفهم ما الذي فعلته يا حبيبة. لن أقول لك، أريدك أن تكتشفي خطأك بنفسك. أنا لم أرتكب أي خطأ، لا علي منك. هكذا أنت لا تعترفين بأخطائك مهما كانت قاسية. أين نوال؟ فوق مع نادية وشيماء. ما زلنا صنعنا الكعكة؟ احترقنا إذن. شيماء، لماذا تجلسين هكذا وحيدة؟ ما بك؟ لا شيء. أين نوال؟ أنا هنا يا عمتي في المطبخ. لماذا لا تذهبين لمساعدة البنات؟ هن لسنا بحاجة للمساعدة. نعم. نوال خاصمتني. نوال خاصمتك. لكن هذا شيء ليس جديدا علينا. هاي أمك قد وصلت. مكانك. هيا فلنبدأ مراسم الحفل. نوال. نعم. اجلسي هنا يا نوال. شيماء اجلسي هنا. اقتربي منها، اجلسي هنا. لا، لن أصوركما هكذا. انظري إليها، انظري إلي، انظري إلى شيماء، شيماء انظري إلى نوال. ابتسمة، ابتسمة. والباقي الآن عليكما. ما بفاكة. أبا عمر، أنا سأذهب إلى السوق المركزي ولن أغيب أكثر من نصف ساعة. أنا سأذهب معك يا أبي. إذن هيا معي. هيا معي. وأنت لماذا جالسة؟
أبا عمر. نعم. تذكرت الآن، أريد أن أناقشك في موضوع. تناقشني؟ قل إنك تريد من يذهب معك. هيا هيا شيماء معنا. أين بقى قبل الذهاب؟ فقط نوال هي التي خاصمتني وتبالغ في الخصام إلى حد أنها في السوق المركزي لم تلتفت إلي بكلمة، وكان كلامها لنادية. نوال صديقتك، ما كان يجب أن تنفعلي هكذا؟ أنت أعرف الناس بها. لأنني أعرفها، إن اتصلت لا أريد أن أكلمها. لا، ستكلمينها. أنا أعرف أنك طيبة القلب، رقيقة المشاعر، ولا تردين أحدا جاء يسترضيك. ولأنني رقيقة المشاعر يكون هذا السلوك المؤلم منها. هكذا الصداقة يا شيماء، لا تستقر على حال يا ابنتي. إذن لا أريدها. شيماء لا تكوني حادة، لأن نوال أخطأت في حقك هذه المرة. ليس خطأ يا أمي، إنه سلوك تكرر عدة مرات. هل ترضى عنها نادية؟ تنساني وتنسى صداقتي، وفي كل مرة أقول عفى الله عما سلف، لكن هذه المرة لا. لا يا أمي. شيماء لا. شيماء يا حبيبتي، هنا مساحات الدور الأرضي، وهنا سيكون المسقط الأفقي للدور الأرضي أيضاً، وهنا ستكون المصاعد. ها أنت الآن كونت فكرة. نعم. ونحن أنا وأعضاء مجلس الإدارة نريد المشورة منك. غداً غداً إن شاء الله. وأنا غير مستعجل، خذ وقتك، غداً سأمر عليك. أدرس كل ملاحظاتي، وحاول أن تطبق ما تفكر به مع الموجود أصلاً في الأوراق. إن شاء الله. أريد منك أن تخرج بخلاصة أنا متأكد أنها تفيد الجميع. بإذن الله. أستأذن الآن. أهلاً وسهلاً. إلى أين؟ أعذروني، لدي الآن أعمال مهمة، سأراكم في الغد. مع السلامة. حياك الله. تحدثتي مع شيماء؟ نعم، ما زالت مصرة على موقفها. نوال تتصل في كل يوم، لدرجة بدأت أحس أن أعذاري لا تصدقها. تريد أن تعرف لماذا لا أسمح لشيماء بأن تكلمها. عالم مثالي ذاك الذي تريده ابنتك. شيماء صافية ونقية، وتريد ممن حولها أن يكونوا كذلك. شيماء يجب أن تعرف أن الدنيا ليست كما تتصورها، أحلاما ومثلا وخيالا. شيماء ليست مخطئة. إني أتساءل كيف يمكن لشيماء أن تعيش في عالم تتصور أنه سيسير وفق إرادتها. عموماً دعيها تكون فكرة عن المثالية الخالصة إلى الدرجة التي يجب أن نتوقف عندها، ولا تبالغ، لأنها لو بالغت ستجد نفسها أمام نهاية لا تحبها. نحن نتجادل ولا نحل المشكلة. والحل؟ لا أعرف. شيماء منكفئة على ذاتها وحزينة وتكابر بعدم اهتمامها، والثانية لا تكف عن الاتصال. الصداقة قيمة أساسية، ويجب أن تعلم هاتان الاثنتان هذه الحقيقة. مهما قلت لها لن تسمع ولن تقنع ولن ينفع، وستكرر التجربة. لعبة الحلوة، التراضي والتسامح والدلال، وهذه أشياء لا تزعج المشاعر ولا تؤذيها، بل هي كاللقاح للمشاعر. فعندما تكبر لا تتعرض لمشكلة أكبر أو خطرا أكبر. هذا رأيك؟ هذا رأيي. أبا عمر، أنا الآن أمام الباب، هل أنت مستعد؟ إذن هيا
أريد أن أجتمع بك قبل اجتماع مجلس الإدارة حتى نضع عن اللمسات الأخيرة. أنا في انتظارك. اسمعي، لن آتي قبل الساعة التاسعة. وماذا في ذلك يا أبي؟ أنا هنا في بيت عمتي. المشكلة أنك في بيت عمتك. لا أريد غضباً أو خصاماً بمعنى أو دون معنى كما حصل في السابق. أبي، أنت تعرف ابنتك لا تحمل أي شيء في قلبها، وإلا لما أتيت أصلاً. ولكن تصرفاتك غير المحسوبة تجعل الآخرين يحملون أكثر. اطمئن. أتمنى أن تنهي الموضوع بسلام. أهلاً يا نوال، ما هذه الزيارة المفاجئة؟ ماذا نفعل؟ نفتش يا عمتي. تفتشين على ماذا؟ على من يدعي الانشغال، إلى درجة أنه ليس عنده وقت للرد على الهاتف. هي فوق؟ نعم. تذاكر؟ لا أعلم، ربما تذاكر، ربما لا. علي؟ نعم يا أمي. كيف حالك يا نوال؟ بخير، الحمد لله. وأنت؟ أنا على أحسن ما يرام، غلبتهم كلهم. لن تغلبني أنا. سنرى، الذي يغلبني فقط هو عمر، والآن مباراتي معه. هيا هيا يا علي، اذهب إلى شيماء وقل لها تنزل، لديها ضيوف. إن شاء الله. ستأتي حالا. معك أنت بالذات. أنا؟ لماذا؟ لأنك مزعج في لعبك. أنا آسف يا شيماء، وأنا أتقبل، ولكن أرجوك دعني هنا جالسة. تفضلي. شكرا. علي، إذا انتهت مباراتك مع عمر يأتي دوري لألعب معك. إذا سأحاول أن أغلب عمر. نسيت، نوال بانتظارك. كلها مشغولة بالمذاكرة. ليست على الهاتف، إنها مع أمي في الصالة. هل لديك فعلا مذاكرة؟ لماذا لا تريدين الاتصال بك؟ لماذا لا تريدين محادثتي؟ كنت مشغولة. بماذا؟ كل تلك الأيام وأنت مشغولة؟ عذر لا أصدقه. أنت حرة. أنا لم أعتد منك هذا. ليس بيني وبينك أي شيء مشترك، تعتادين أو لا تعتادين. أنت تلغين صداقتي. وأنت، ألم تفكري بما صدر منك؟ ماذا فعلت؟ أنا لا أريد أن أقول كل ما في قلبي، يكفي أن أقول بأنني غير راغبة بصداقة تؤلمني. أنا أؤلمك يا شيماء. هذا ما أخذته من صداقتك. أنا ما جئت هنا إلا حبا في صداقتك، ليس لأنك ابنة عمتي. هو الظاهر أنت غير مقدرة لهذا الحب. هذا شيء يخصني. على راحتك، أنا آسفة لإزعاجك. إلى أين؟ أنا ذاهبة. ذاهبة؟ ما هذا التحول المفاجئ؟ من زيارة مفاجئة إلى هروب بهذه الطريقة؟ شيماء، شيماء لا تريد صحبتي، أصبحت ثقلاً عليها وتريد إزاحتها بأي طريقة. تعالي 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 حبيبتي. جلسي. عمتي، كثيراً ما يحدث بيننا أمور تؤدي إلى خصام مؤقت، وبعدها نعود أحباباً.
كل واحدة منا لا تحمل بقلبها أي شيء اتجاه الأخرى. أما هذه المرة، هذه المرة قبلها مرات سابقة. بهدوء، تعالي يا شيماء. أريد أن أعرف ماذا حدث بالضبط. أمتي، أنا أعترف أنني أخطأت في حق شيماء. وشيماء أخطأت أكثر منك في حق نفسها. بماذا أخطأت؟ إنها لا تهتم بصداقتي، اسأليها. حين ترضى عنها نادية أكون أنا غير جديرة بمصادقتها، وحين تخاصمها أكون أنا العزيزة الغالية. أعرف سبب مجيئك هنا. لا 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 يا شيماء، أنا جئت إلى هنا ولست على خصام مع نادية. إذن كيف أفسر تصرفاتك في الحفلة في بيت خالي؟ تصاحبت مع نادية وألغيت صداقتي. شيماء، كل ما في الأمر أنك تغارين منها. وأنت، أنا أردت أن أفعل مثلك، تصاحبين الكل والكل راض عنك، صديقة للجميع ولم أنجح. أعترف أنها كانت تجربة فاشلة ومؤذية في حق صديقة من أعز صديقاتي. هل اعترافها هذا يكفي؟ يكفي هذا منها. وأنت؟ أنا يكفي أنها سامحتني. إذن اسمعا ما سأقول لكما. الصداقة مثل أي نبات، بذرة تزرع وتسقى فتكبر وتزدهر ثم تنمو وتثمر، والثمار لابد أن تكون مفيدة، وإلا لن تكون هذه البذرة خيرة. إن أردت لصداقة ما يا شيماء أن تستمر، أبعدي عنها الأذى. كل واحدة لابد أن تراعي مشاعر صاحبتها كي تستمر الصحبة الطيبة وتثمر نبتة الصداقة. أنا مقتنع في مشورتك حتى وإن رفضها الآخر. يا ساعد، أنت ترفع من معنويات. أبداً، إنما هذه هي الحقيقة. أنا أفهم أفكارك وإلى أين تريد الوصول بها حتى وإن رفضها الآخرون. ساعد، ساعد، أنت تعرف أن هذا المشروع كان حلماً بالنسبة لي. ربما ليس هذا وقته. فعلاً، ربما ليس هذا وقته. هذا الحلم لا ينفذه إلا أنت، لأنك أخذت مشروعاً وطورته وهم غير مهيئين للتطوير، لذلك فلا فائدة في إقناعهم بالمشروع. أنا معك. وأنا كذلك يا سعد. بسبب كثرة الملاحظات التي انهالت علي من كل حدب وصوب، أنا لم أفقد الثقة بالمشروع فقط، بل فقدت الثقة حتى بقدراتي. أنا وصلت إلى مرحلة لا أحسد عليها. إذن هيا لنبني ما نفكر فيه على أساس جديد في عشاء لذيذ من يد أمي عمر. أنت فعلا ترفع معنويات. هيا تفضل. ما هذه الرائحة الزكية؟ تفضل. رائحة زكية فعلا. هي نعد الطعام. صداقة محبة يا ذات
والبدء كان حبا نرشها بالماء حبا صداقة محبة ونحصد الأشواك من حقولها لتبسم الثمار والزهور ونحصد الأشواك من حقولها لتبسم الثمار والزهور وتعتلي صداقة محبة صداقة محبة يا غدنا الأخضر يا بستان ما قيمة الحياة دون صحبة يا غدنا الأخضر يا بستان ما قيمة الحياة دون صحبة إن لم يكن شعارها صداقة وصل. ندعوهم؟ ادعوهم على المقصود. تفضلوا. عمر فاطمة هيا. تفضلوا. وسنجد لكل سؤال رد بالعقل ونبلغ كل مراد